أحد الحجاج كشف عن وضع الحجاج المسنين الذين كانوا معه، وقال البعض كانوا في وضع مزري، ونصح بعدم ترك كبار السن يذهبون بمفردهم، بل يجب أن يكونوا مع مرافق لرعايتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أمام المسجد الحرام، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله رب العالمين. ربي يتقبل الحج، ربي يتقبل الحج إن شاء الله اليوم في آخر أيام شريف. سمعت في الإعلام أن الجزائر تحصلت على مرتبة مشرفة من المرتبة الأولى ولا مرتبة مشرفة من حسن التنظيم وتمذكرية محكمة المسلمين. شيء فرح فعلا، شيء فرح على أساس أن البلاد والدراب والإعلام تعرف الدين الدم والنيف. أتمنى تكون صح، أنا تكون صح، تكون صح بعثة تاعنا مثال. تمنيت هذا الشيء لأنه أنا كي شفت الواقع، الواقع شيء آخر، شيء آخر مختلف جدا. شفت شوية بنا مساكن بين قوسين، إحنا عندنا واحد العادة سيئة. دول كل الدول الإسلامية كل تبعث شباب للحج، ركن من أركان الإسلام، وإحنا لازم تشبع ذنوب حتى توصل 80 سنة وتروح تغسل العظام وكأنك جاي للدوش. احذروا حج وانتم صغار، الحج وانتم صغار سبحان الله وبحمده، تكون واقف تقدر دير مناسك. عندنا شوية بمساكن ديوان يقول لهم معليش أو معفيين من مبيت في مزدلفة ومينا، معليش هذه أقوال فقهية فيها ما يقال، لكن معليش تخممت فيها هو معفي، خممت فيه درت له وكلته شكون اللي رمي له الحجرات، حطيته يتعشى يومين ثلاث أيام وهما في ليزوتيل قاعدين. بس ربي نروحوا ونجيو، احنا على أساس أننا 10 ونص 12 نخرجوا من مينم لأنه جلوا الليل، نروحوا نطلوا طلوا على واش كاين. ثلاث أيام أربع أيام ما تعشاوش، ما كلاوش، ما كلاو والو، رحتوا خليتوهم كلكم راكم في المينا تصوروا. شي شوياب الخلطة تاعنا واحد ما يبعث باباها كبيرة، راك تبالك راك دير فيها ربي سبحانه، راك ماكش دير فيها والله، راك تبعث فيه العذاب، يجوع يتكل يبات لبرا يهمل واحد ما يطلع عليه. هذو كل هذو كنت ما خممتش فيهم. كاين منظر تاع واحد الحاج، واحد شيخ كبير، انا هي المنظر هذا عيت نحي من عيني. في مينا المسكين كرم الله وجهكم حتى راحوا له القش تاعو ولا حاجه، وخمج على اللي حرام تاعو قاعد في الباب تاع وين رانا ساكنين، قاعد في الباب واحد ما تلاح، راح ترحم من القلوب واحد ما تلاح. قال هذا قدر يكون بابا، قدر يكون بفلان بعلان يومين، وهو حتى نجي شاب مسكين مدينة بدنا بيحفظوا راه اشترى له اللي حرام طهروا هكا. تتبلك باللي بعث باباك يحج حتوش يحج شو يتحرد المسكين. تمنيت انا ان صح هذا اللي قلتوها بلي رانا ناجحين منظمين، ما كانش الواقع زي ليه وجبه تاع اكل مليحه كيما الناس، لا تنظيم، حجاجنا ما يطايشوا، عرفه اللي يطايش في عرفه يطايش اللي في علاه. اذا اسند الامر لغير اهله انتظروا الساعه، خافوا ربي فينا، كاين حوايج تقدروا تعيشوا بهم بزنسوا فيهم تخرجوا هامش الربح، بصح هذه لا هذه قوم لانك راك في مواجهه المولى عز وجل يا رجل. تبقى جاي بامانات قوم بهم اخويا وعيش حياتك في حاجه اخرى، لازم في كل حاجه. حجاجنا ما يعرفوش يطلع في لاسونسور، لاسونسور والله ما يعرف وين شاف لاسونسور مسكين. لاسونسور عندنا في الادارات الكبار ما يدخلهمش، منوعين عليه تاع فلان وفلان تاع الكوس ديما في زوبيتو يطلعوا فيهم الطبه والفرامله، والله ما يعرف. شاب شي كشاب سبحان الله العظيم، حاول دمعه في عينه مسكين ربع ساعه وهو طالع هابط ما قدرش يهبط للموصلى. خريوهم حلموهم قبل، قال هاي كفات الدار هاو كفات الدار. انتم خي بغيتوا تديروا 84 مليون خي عيطتوا قلتوا يومين يكونوا عطاوكم. خي واحد ما جا كريدي، واحد ما جا كريدي للحج ولا قعدتوا تسالوا له. قوموا اتقوا الله فيهم، اتقوا الله فيهم برد، احترموا الادميه تاعهم. والله يا رب تقول موسم تاع حج ناجح، والله يا 50% اقسم بالله ما كمل مناسك، لا على بال وقت الافاضه ولا على بال الوداع ولا على بال في الرجم، في الرجم تاع الجمرات. موش الرجم لا يجوز شرعا، الرمي الرجم حد من حدود الله، لازم نقولوا الرمي ما نقولوش الرجم. تقول الله فينا وفيهم، علاش كاين شباب صغير ورساله للحراقه، حراقه انت تجي حارق تدي بلاصه شايب وهو يبات لبرا وانت تبات تاكل، ومن بعد تلعبها لي سلفي وقال الباب نوباز وقال
بنت فاتحة، هو ما يلعبش ربي سبحانه، والله ما يلعب، ربي طيب لا يقبل إلا طيبا. انت كيفاه تمكش مسلك الأكل باش تاكل الماكلة تاعه وما يتعشاش، تمكش مسلك البلاصة جيبها فهلة وقفازة، قفازة مع ربي سبحانه، حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا واش نقول، بلادنا مليحة والله غير مليحة، شعبنا مليح، نظرة تاع الناس لينا نظرة طيبة، تلقاك واحد فلسطيني يحضنك، تلقاك واحد سوداني يحضنك، تقول لك انت جزائري انت راجل انت كذا. خلي عدوها برك، عدوها عندكم لي موان تعدوها، عندنا عطا ربي خيرو عدوها، لكن مش معليش انتم ماكم عندكم وين تهربوا، عدوها على جال ولادنا مساكن، ما عندكمش وين يروحوا، ربي يقبلوا سمحوا لي، سمحوا لي ونتمنى بربي ان شاء الله الأمور تتعدى إن شاء الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.